تلميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية المدنية، سنقوم بحله معا. نبدأ بالتمرين الأول. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. يجب على كل التلاميذ المشاركة في تزيين قسمهم. كل التلاميذ المشاركة في تزيين قسمهم. أحسنتم، صحيح. ثانيا، عند مخاطبة الناس أختار أسوأ الألفاظ. عند مخاطبة الناس أختار أسوأ الألفاظ، الألفاظ السيئة. أحسنتم، خطأ. أختار أحسن الألفاظ وليس أسوأ الألفاظ. الانتخاب سلوك حضاري. أحسنتم، صحيح. رابعا، يشارك في التشويش والفوضى داخل القسم. التشويش والفوضى سلوك سيء. أحسنتم، خطأ. إذا لدينا يجب المشاركة في تزيين قسمه، يجب المشاركة في تزيين القسم، صحيح. لدينا كذلك انتخاب سلوك حضاري، صحيح. بينما أتلفظ بأسوأ الألفاظ وأقوم بالفوضى والتشويش في القسم، كلها سلوكات سيئة. ننتقل إلى التمرين الثاني. تشترك مع زملائك في القسم في نفس القسم ونفس الواجبات. أكمل بما تعلمته. تشترك مع زملائك في نفس القسم وكذلك ونفس الواجبات. أكمل بما تعلمته. لدينا المسؤولية، لأن هذا النص متعلق بالمسؤولية. نبدأ. أحسنتم، أتحمل المسؤولية. أتحمل المسؤولية في، جيد، في القسم. واصل، أتحمل المسؤولية في القسم عن كل أعمالي. أحسنتم، أعمالي. أحافظ دائما على والانضباط. أحافظ دائما على، جيد، النظام والانضباط. على النظام والانضباط. والأعمال التي تؤخرني وأجتنب، جيد، وأجتنب الأعمال التي تؤخرني في دراستي. نراجع الفقرة. أتحمل المسؤولية في القسم عن كل أعمالي. أحافظ دائما على النظام والانضباط وأجتنب الأعمال التي تؤخرني في دراستي. كل هذه متعلقة بالمسؤولية. على التلميذ أن يكون مسؤول على نفسه في القسم. ننتقل إلى التمرين الثالث. صنف الجمل الآتية حسب الجدول. أكون متسامحا مع أفراد أسرتي. أتعاون مع زملائي في حفظ نظام القسم. أعفو عن زملائي عندما يخطئون في حقي. لا أحقد على أبي عندما يؤدبني. محيط. أكون متسامحا مع أفراد أسرتي. أتعاون مع زملائي في حفظ نظام القسم. أعفو عن زملائي عندما يخطئون في حقي. لا أحقد على أبي عندما يؤدبني. لدينا آداب التعايش في القسم وآداب التعايش في البيت. هنا آداب التعايش في القسم معنى كل ما يتعلق بي مع زملائي مع معلمتي، معنى هنا في القسم. في البيت آداب التعايش مع أبي أمي إخوتي جدي جدتي أسرتي. هنا متعلق بالبيت وهنا متعلق بالقسم. إذا نبدأ. أكون متسامحا مع أفراد أسرتي. أحسنتم، آداب التعايش في البيت بما أن أسرة. نكتب أكون متسامحا أفراد أسرتي في البيت. ثانيا، أتعاون مع زملائي في حفظ نظام القسم. مذكور القسم ومذكور النظام، زملائي. أحسنتم، آداب التعايش في القسم. أتعاون مع زملائي في حفظ نظام القسم. ثالثا، أعفو عن زملائي عندما يخطئون في حقي. زملائي في المدرسة. إذن آداب التعايش في القسم. أعفو
لا أحقد على أبي في البيت. أحسنتم، لا أحقد على أبي عندما يؤدبني. لا أحقد على أبي عندما يؤدبني. إذن كل ما يتعلق بالأب والأسرة يكون أدب تعيش في البيت، بينما مع زملائي والمعلمات يكون في القسم. لدينا أدب تعيش في القسم، أتعاون مع زملائي في حفظ نظام القسم، أعفو عن زملائي عندما يخطئون في حقي، كلها أدب تعيش في القسم. أكون متسامحا مع أفراد أسرتي، لا أحقد على أبي عندما يؤدبني، كلها أدب تعيش في البيت. نلتقي إلى الوضعية الإدماجية. أثناء الدرس طرحت المعلمة سؤالا، فكانت تدخلات زملائك في نفس الوقت. في نفس الوقت كل التلاميذ تدخلوا في نفس الوقت، وراحوا يقاطعون بعضهم البعض، فأوقفتهم المعلمة قائلة: يجب عليكم احترام آداب الكلام. فسألك زميلك عنها فقلت له: من آداب الكلام المطلوب 4 آداب الكلام. نختار 4 آداب الكلام. وحيد، أحسنتم. مثلا أختار أحسن الألفاظ أثناء الكلام. أختار أحسن الألفاظ أثناء الكلام، هي من آداب الكلام أن أختار أحسن الألفاظ ليس أسوأ الألفاظ. ثانيا مثلا أحسنهم أبتسموا أثناء الكلام. أبتسموا أثناء الكلام. نواصل، المطلوب 4 آداب الكلام. الاستماع للمتحدث باهتمام. الاستماع للمتحدث باهتمام. رابعا أحسنتم، مثلا عدم مقاطعة المتحدث أو المتكلم. عدم مقاطعة المتكلم، بما أن طلبوا منا أدب الكلام نكتب المتكلم. نراجع 4 آداب الكلام. أختار أحسن الألفاظ أثناء الكلام. أبتسم أثناء الكلام. الاستماع للمتحدث أو الاستماع للمتكلم باهتمام. عدم مقاطعة المتكلم، المطلوب 4 من آداب الكلام. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.